أنا سنة 95 اشتغلت في المشرحة، فأول ميت غسلته كان عيل عنده 9 سنين. بعد ما غسلته وكفنته وروحت بيتي قرفت من الأكل اللي أنا كنت هاكله. يعني حسيت إن إيدي دي أنا شامم فيها إن ريحة الأكل اللي أنا هاكله هو في ريحة البني آدم. أنا ما بحبش أشتغل في الأطفال خالص ولا عيال صغيرة نهائي. أنا حلمت إن البنت اللي اتقتلت إن هي بنتي، وقمت مخضوض عليها بالليل واتخضيت عليها، إن إحنا جابوا لنا في لحظة واحدة كده 80 ميت ولا 90 ميت في المشرحة. فكنا في أجازة عيد وجابونا كده من البيوت تعالوا اشتغلوا فيها. اشتغلنا فيها وقعدنا يومين شغالين فيهم ليل ونهار ليل ونهار، والناس كانت بتهاجمنا جوه في المشرحة.